احتضنت العاصمة المؤقتة عدن مهرجان اليوم العالمي للطفل لأطفال اعتداءات الحرب والاختطاف، والذي نفذته مؤسسة بسمة طفل لتكون محطة للتزود بالسعادة والفرح وبث روح الألفة بين الأطفال الذين تغنوا فيها رغم الحرب والجراح والآلام. قائمين هذا المهرجان بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات، ومنها ضحايا الحرب وضحايا الاغتصابات والاختطافات الحاصلة في الوقت الراهن والحالي كما نشاهد جميعا. طبعا اليوم العالمي هذا لأول مرة يستوي في عدن وفي اليمن بشكل عام. الهدف كان هو عبارة عن إسعاد الأطفال، إعادة البسمة ورفع معنوياتهم. ويحمل المهرجان رسالة أطفال ضحايا الاعتداءات إلى المنظمات المهتمة بالأطفال لحثهم على الاهتمام بالطفل وحقوقه وحمايته من الأخطار التي تحيط به ولا ذنب لهم فيها، على خلفية ما يحدث من حروب ونزاعات يكون ضحاياها من الأطفال. أنت يا حبيبتي أقولها جهرا، لها حب الأبدي ولها كل مشاعري ولقداسة ترابها الطاهر. روحي فدا، روحي فدا، ودمي عطر وقطر ندا. حبيبتي في ثلاثة أحرف، عين ودال ثم نون، وأعترف بأني بها مفتون. عاشق مجنون، قائد مناضل، شهيد في أرضها مدفون. وقد أكون مهندسا أو شاعرا في وصفها وقد لا أكون. وأقسم بالله لها، وأقسم بالله لها ألف يمين. المهرجان الذي أقيم على مسرح حديقة عدن نيو بمشاركة ألمع نجوم الفن الشعبي والكوميديا، شارك فيه عشرات من عائلات ذوي الاعتداءات، وتنوعت فقراته بين وصلات غنائية ومسابقات ترفيهية وعروض مسرحية أضفت أجواء من البهجة والسرور والترفيه على الأطفال. طبعا هذه الفعالية فعالية توعوية وفنية، طبعا نحن نسعى دائما إلى توعية الطفل أيضا أسرة الطفل، وسعيدون جدا أيضا في تواجدنا في هذا اليوم. عروض ومهرجانات تقدم المتعة والفرح للأطفال لعلها تخرجهم من أجواء الحرب والنزاعات التي حولت الطفولة إلى ضحايا تفتقر إلى أدنى الحقوق التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية.